المساجين من برج الرومي اللي عددهم 16 كما شفتوا قدموا عروض فنية موسيقية رائعة، وهذايا بطبيعة الحال عرض نتيجة تتويج لعمل منذ أشهر قاعدين يتدربوا على هذه اللوحات الموسيقية. والهدف منها تقريبا أول حاجة المشاركة في المسابقة متاع أيام كارتاج الموسيقية، كذلك باش نربحوا حاجة على مستوى النادي متاع الموسيقى في برج الرومي، وأنه هناك تجهيزات باش يقع كجائزة باش تقع وضعها، آلات موسيقية باش يقع وضعها على ذمة إدارة سجن برج الرومي على هذا النادي. كذلك الهدف الآخر هو أنه باش نقلصوا الفوارق بين ما يوجد خارج السجن وداخل السجن انسجاما مع المعايير الدولية، يولي السجين يستعيد تدريجيا حياته الاجتماعية مع عاد شكل النظرة التقليدية متاع المنحرف. أنا سمعتهم مرة في عرض من العروض في سجن برج الرومي بحكم خدمتي، معناتها أني نتعامل مع المنظمة العالمية لمهارة التعذيب، لو كنت موجود في أحد السجون سمعت، قلت علاش ليه الخدمة هذه، علاش ما نطوروهاش، علاش ما نكبروش بها. وكانت الفكرة أنه عملنا عرض عملناه في مهرجان بنزرت الدولي، لقى استحسان برشا عباد، دونك الفكرة عجبت. بيان سور طعامنا الجروب مع ناصر من خارج الفضاء السجني، يعني الآلات اللي ما عندناش، الموسيقيين اللي ما عندناش، دونك زدناهم من خارج الفضاء السجني. الاختيار كان مبني على أساس كاستينج، دونك عملنا كاستينج، كانوا حاضرين فيه تقريبا أكثر من 40 عنصر، سمعناهم الضرورة تقتضي أنه نحصروا العدد، معناها شخصيا ما نجمش نطلع 40 واحد، سي با ان أوركستر، معناها فهمت، دونك الضرورة كانت تقتضي أننا نختاروا أحسن الأصوات انديبوندامون من كل شيء. أنا بالنسبة لي كقائد فرقة يهمني الصوت الباهي، بو امبورت، معناها الإنسان اللي غلط هذاك غلط وقاعد يخلص، متفاهمين فيه، ما نزيدوش نعاودوا نحاسبوه مرة أخرى على حاجة أخرى. دونك بالنسبة لي انا نخدم في عرض مع مواطن خارج الفضاء المفتوح، دونك في فضاء مغلق، فضاء سجني، دونك ما الحق في الاختيار نتاع المساجين ما كانش حتى جانب معناها متعلق بالعقوبه ولا في كذا، بالعكس الاختيار كان فني بحت. البروفة كانت صعيبة خاطر سورتو نبرفو في السبت وفي الأحد، دونك الأولاد تعبتهم معايا برشا، مي نبرفو 5-6 سوايع على بعضهم، دونك أما هو يكونوا لهم متنفس أنهم يعديو نهارهم يغنيو، خير من أنهم يعديو نهارهم ما يعملوا فيه حتى شيء ولا يعملوا فيه، دونك بالعكس معناتها هما بالنسبة ليهم يعديو نهارهم عاملين بون كيف، عاملين جو على الموسيقى على التغيير. فما برشا أغاني سجون في وسط العرض، هو احنا اخترنا الغنيات اللي المساجين في البيوت يغنيوهم معناتها في الليل وفي النهار، دونك هذا هو البرمجة كانت اكثر من هكا برشا، نحن اخترنا ما هو متعارف، معناتها اخترنا الزنديلي المسموع مش الزنديلي المهجور لغاية، معناتها انه النجم يكون فما تفاعل اكثر من الجمهور، فما تفاعل اغنية يعرفوها ينجموا يردوها معنا تمس مباشرة المتلقي. Thank you.